السلام عليكم. انا هبه الراشد، خريجه اسوق، اشتغل مدير مشاريع. مش اي علاقه باللي هنتكلم عليه دلوقتي. عايزه بس قبل ما اتكلم عن الحمله احكي لكم شويه صغيرين كده. انا ابتديت الشغل التطوعي ازاي. سنه 2008 جالي الحماس اللي بيجي لكل الشباب المصري فجاه في رمضان، يلا نعمل شغل في رمضان، نعمل بقى شغل تطوعي وخير وحاجات كده. رحت طبعا عملت استمارة التطوع في جمعيه كبيره، السيناريو اللي بيمشي فيه اغلب الشباب المتطوع، وهشتغل بقى في شغل رمضان واعمل الحاجات الحماسيه واروح دار ايتام ودار مسنين. مشيت في السكه دي شويه، وحفلات هنا وحفلات هنا، والدنيا شكلها لطيفه. بعدين بعد شويه حسيت انه لا، مش هو ده احسن حاجه، مش هي دي احسن حته احط فيها الطاقه. دي الرحله الواحده بيبقى فيها 30 و40 متطوع. طب هو انا كل الحاجات اللي بعرفها هي دي احسن حته احطها فيها؟ طب ما الحته دي زحمه قوي، فانا عايزه ادور في حته ثانيه. بالصدفه او مش بالصدفه، مفيش حاجه تيجي بالصدفه، جات لي عمليه ايمون اساعد فيها زراعه قرنيه. فابتديت شويه وانا شغاله فيها احس بمدى الفجوه الفظيعه الموجوده في المجال الصحي وانا شغاله في المجال الريموت والاكل. بقيت صديقه ليا وبقيت صديقه بعد كده، شغاله انا على موضوع زراعه القوقعه والفلفل. اول مره في حياتي اسمع ان في حاجه زي زراعه القوقعه، والجهاز بيتسرق جوه المخ ويخلي الطفل يعيش كده. بعد كده طول عمري كان تصوري خلاص ان كل ما اصوره ما بقاش يشتغل، حتى ما اعرفش العمليه ولا شكلها ولا خدمتها. اكتشفت ان في عمليه كبيره اللي هو رقم مستحيل لاي اسره متوسطه، حتى لو مش اسره بس متوسطه تقدر توفره. نسبه عاليه جدا في كره مصر بسبب قله الدراسه الفظيعه. امراض كتير بتتعالج غلط زي الحمى الشوكيه بسبب بعد كده السمم، لان ما تعالجتش صح. بيد موضوع تاني وارض ضلمه فعلا، حد شغال فين في مصر؟ معنى كلمه ارض ضلمه كل الناس اول ما تيجي بلع وجهك على الخيط، يلا نطلع في الشتاء، يلا نعمل شغل في رمضان، يلا نطلع احلى. والمنطقه دي فاضيه تماما. فابتدينا نشتغل سوا، كانت 70 عمليه بفتره اطول. عملنا الحمد لله 18 عمليه، بس برضه وقفنا تاني في نفس النقطه. هو دي احسن حاجه بتتعمل؟ هو كل العلم والخبره والحاجات اللي خدناها في حياتنا المهنيه ده احسن شكل ينفع بينا ان احنا نشتغل بالشكل التقليدي اللي عامل فيه في مصر، نلم تبرعات ونديها المستشفى وخلاص كده؟ اكيد دي مش احسن حاجه. كل اللي احنا كنا بعدين تنظيم فيه فوق ال 25 نفر، لو مشينا بنفس معدل الشغل ده بنتكلم احنا قدامنا بتاع 5 7 سنين عشان نخلص عمليات الحمله. فقلنا في اخر 2012 احنا لازم نفكر بطريقه مختلفه. بدأنا نشتغل في شركات بتبقى بطريقه احترافيه وناخد كورسات مش عارف ايه عشان نعمل ايه ونخطط ازاي ونجيب ميزانيه ازاي. احنا عايزين نغير شكل العمل التطوعي في مصر، عايزين نعمل نموذج جديد وطريقه جديده لشكل العمل التطوعي. فكرنا طيب بدل ما الاطفال يصدموا اللي هم معانا، لو احنا الاثنين كنا فجأة ايه اللي هيحصل؟ الدكاترة المتطوعين اللي معانا بطلوا يساعدوا، الدنيا هتقف وخلاص الحاجة هتروح للأبد. احنا نعمل مشروع، كل الناس اللي مشروع قومي بعد كده إن شاء الله، مش مهم احنا نكمل واحد للتاني نكمل احنا نعيش، فهو المهم هو يكمل. يبقى بيستقبل كمان حياة، دي أهم حاجة اكتشفناها واحنا شغالين، إن كتير من الأطفال بتضيع صلاحهم مش بس للعملية نزلة الدم، ولكن الانتشار نسبة الإصابة من العالية في الجسم تبقى مستوى التعليم منخفض، هم أصلا ما بيبقوش عارفين هو إيه المفروض الصح يعني يروحوا فين ويعملوا الإجراءات إزاي ويمشوا في التعليم الصحي إزاي. قلنا إحنا مش بس هنشتغل بقى زي الطريقة التقليدية، هنعمل شوية تبرعات نفحص، إحنا كمان هنعمل أول خط لاستقبال حالات الإصابة في مصر في الأطفال، ولازم نتقدم من الأول نوجههم من الأول اللي لسه مش عارفين هي حالة صمم ولا لأ، لحد ما خلاص قرروا المشكله وعايزين حد يساعدهم في الفلوس، حد يمشي معاهم في الطريق كله. العمليه الحمد لله اللي بتعمل وتنجح، ونوجههم لجلسات التخرج ونكمل بعد كده. حطينا بقى في السنه دي 2013 خطه ان احنا ان شاء الله نغطي 50 عمليه، الرقم تكلفه العمليه الحمد لله بتعدي رقم كبير. احنا بالمناسبه احنا 6 متطوعين، منا الاستاذ الدكتور اللي هو بيكشف على الحالات وبيشارك في جراحه العمليه، والباقيين متطوعين كل واحد قايم بدور مهم. وبعدين برضو بعد ما اشتغلنا شويه كام شهر، لا مش كفايه الازمه مش هنا بس، جات لنا مثلا على سبيل المثال حاله هقول لكم عليها، حالتين الحقيقه يعني مأساويتين، لكن هما هيبينوا لكم مأساة مصر شكلها عامل ازاي.
شهر جات لها حمى شوكيه، مرض عادي جدا ممكن يتعالج ببساطه، ما تعالجش فقدت السمع، هي مولوده بتسمع. دي شهر. الحاله الثانيه سيده جات لنا بابنها وقالت لنا هو ما بيسمعش كويس، طب عايزين نعمل له العمليه؟ قالت لا انتوا تركبوا سماعات، انا مش هفتح مخ الولد. طب احنا متكفين بالعمليه؟ لا انا مش هفتح مخ الولد، هو انا هتركبوا سماعات؟ رفضت تعمل العمليه. فالموضوع ده مش بس عمليات، ده تحت خالص، احنا لسه لازم نبدا من الصفر وننزل كل القرى ونعمل مسح شامل لكل القرى اللي فيها نسبه عاليه، ونوجه الناس ونوعيهم ونخليهم حتى ياخدوا بالهم من المشكله. بالمناسبه في قرى مصر في نسبه عاليه جدا، الطفل الاول كان اصم والاهل ما خدوش بالهم اساسا من المشكله في الاول او اهملوها، فاتولد الطفل الثاني اصم، وبعدين في الطفل الثاني ابتدوا يقرروا ان هم يسعوا في العلاج ويحاولوا يحسنوا الموضوع. فابتدينا نفكر طب عشان ننزل ونعمل مسح اجهزه غاليه جدا ومكلفه جدا ومحتاجه هيئه اعلى بكثير من المتطوعين، فقلنا خلاص احنا هنبتدي السنه دي بال 50 حاله اللي احنا اتفقنا عليهم، ونحط في الخطه اللي جايه نبتدي نعمل اتفاقيات مع مؤسسات اكبر وليها امكانيات اعلى عشان نعمل المسح الشامل لكل قرى مصر. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان احنا نعمل حملات توعيه مكثفه للامراض والاسباب اللي بتشكل السمع. بالمناسبه في مصر ما فيش اي احصائيات دقيقه عن الموضوع، النسبه العالميه من 3 ل 4 في الالف، ولما بيدخل الحضانه النسبه بتعلى 3-4%. ما فيش اي جهه في مصر عندها احصائيات دقيقه عن وضع الاطفال الصم في مصر، لكن اكيد النسبه اعلى من كده بكتير قوي. واحنا شغالين لقينا برضو قابلتنا حاجه ثانيه، ان الشكل المعتاد عليه للعمل التطوعي بيأثر حتى علينا حتى واحنا شغالين في منطقه واحده. بمعنى ان احنا لما نيجي نوجه ناس مشكله عندنا يقولوا لنا لا بس انا عايز اروح ادفع في سين او في صاد او في الحاجه الموسميه بتاعت شنط رمضان والبطاطيع. يعني بالمناسبه مش معترضه خالص على الحاجات دي، ربنا هو اللي يحدد الاجر، لكن الفكر والمبدا الثابت في الدماغ في الفكر المصري ان احنا عمل الخير لازم يبقى حاجه موسميه، هنعمل دلوقتي وخلاص، هنعمل شويه مجهود في حفله ايتام وخلاص والموضوع ينتهي على كده. هي دي الحاجه الاكبر اللي احنا بنحلم بيها، مش بس ان احنا ننقذ كل الاطفال الصم اللي لسه عندهم امل ان هم يعملوا العمليه، لكن كمان نغير الطريقه اللي الناس بتبص بيها للعمل الخيري في مصر سواء كان متبرع او متطوع. والحاجه الثانيه احنا نقدم نموذج اداري مختلف. احنا بنحاول نعمل للحملة موديل وشكل معين ثابت ونقدمه بعد كده لاي حد، اي حد عايز يشتغل على اي مرض ايا كان او اي مشكله صحيه في مصر ياخد الورق ده يقراه ويمشي على اللي احنا ماشيين عليه ويعدل ويطور ويبقى احسن مننا ان شاء الله. بس نبتدي نشتغل لربنا باحتراف زي ما احنا بنشتغل كلنا في شركاتنا باحتراف ولحياتنا ونخطط، نشتغل لربنا كمان باحتراف. العمل الخيري هو اكتر شغل محتاج شغل بطريقه احترافيه مميزه، لان طريقه توزيع فانا يعني عندي يقين تام ان المشكله في مصر لا مشكله زكاه ولا صدقات ولا تبرعات، لكنها مشكله اداريه بحته في توزيع الفلوس وتوزيع المجهود وحتى توزيع المجهود على المتطوعين على مدار السنه. وابسط مثال، انزل يوم اليتيم وشوف في كام متطوع في الشارع المصري، وشوف في كام متطوع يعرف عن خطوره مشكله زي السمع في مصر، في كام متطوع يعرف في كام طفل بيعمل زراعه قرنيه ولو ما عملهاش هيفقد عينيه. احنا محتاجين ان احنا نعيد تاني بالبرد وفكر العمل الخيري في مصر. احنا عاملين بالظبط زي اللي واقفين كلهم في مكان مليان شمس، كل واحد ماسك كشاف وفاكر ان الكشاف بتاعه ده هو اللي بينور النور، في الوقت اللي فيه اماكن ثانيه ضلمه تماما محدش واقف فيها ومحدش بيحاول فيها. يمكن تبقى زراعه القوقعه مثال، لكن اكيد في امثله كتير قوي في مصر وبالامراض مختلفه محدش سامع بيها ولا حاسس بيها. ان شاء الله السنه دي احنا عدينا 25 عمليه غير ال 13 اللي قبل كده، من اصل الخطه بتاعتنا هي 50. طبعا ظروف سياسيه اثرت شويه على تدفق التبرعات، لكن يعني امامنا في ربنا ان احنا الشهرين اللي جايين نحاول نقرب على الاقل من الهدف وننجز حتى لو ما كانوش ال 50 عمليه نقرب من الرقم، ونكمل بعد كده في السنين الجايه بحملات التوعيه وبالمسح اللي هو فعلا هيفرق في المستقبل اللي جاي، مش هتبقى مساله عمليه وتم اجراءها وانتهت. اتمنى يعني بعد النهارده ان الناس فعلا اللي عايز يشتغل فيه يدور على حته ضلمه ويقف فيها، ما ينفعش كلنا نقف تحت الشمس ونقول انا هشتغل.